حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم. فقره المشغولات اليدويه مع الاستاذه اسلام فهد، متخصصه في الحفلات الخاصه وفي التصميم. اليوم راح يعني نسوي تصميم جميل وذكرى جميله للام، كل واحده فيهم راح تعبر عن الام بشكل جميل ومميز مع الاستاذه اسلام. اهلا وسهلا فيك استاذ اسلام. اهلا فيك، كيف حالك استاذ؟ منورتنا، الله يطول بعمرك. وانت دائما مبدع ما شاء الله في هالمجال، وفي الله يخليك ويخلينا الامامير الحلوين اليوم حيساعدونا باشياء حلوه ان شاء الله. حنعمل اشياء مميزه لكل وحده، هلا حتختار اشياء. حنعمل كرت صغير، طبعا كل وحده حتتفنن بالكرت اللي حتسويه، واللي حتم طبعا فهد كمان حيسوي كرت للماما. انا بسوي كرت للماما. كل وحده ممكن حتسوي كرت يكون هيك مميز وحلو، وحنتساعد مع بعض ان شاء الله باذن الله. يلا شو هذه؟ تسوي كرتين؟ اكيد حبيبتي تسوي كرتين ماما وبابا. يلا اوكي، يلا هلا حنبدا. طبعا عندنا الورق اللي شايفينه، عندنا الاقلام، عندنا المقصات، وعندنا الجلو. طبعا في عندنا بعض الاكسسوارز، هلا حخلي لكم انتم تختاروا الاشياء اللي انتم بتحبوها بتستحلوها، وكل وحده حتختار الالوان اللي بدها اياها. حنوزع. يلا اوكي، شو بدكم؟ شو بتحبي تختاري؟ انا ححط لكم هون مجموعه تختاروا. انا احمر. انت احمر؟ ما شاء الله عليك، انا عارف انك تبي احمر. حمودي. وانت حمودي؟ ايش اللون اللي تبغاه؟ هلالي. لون ازرق يعني. بعد ونين النور. يلا شو بتحب لون بعد؟ لا، اول حنختار الاوراق. بعد ازرق معك ولا غامق؟ احمر. يلا اختار حبيبي. انت الاحمر. وانت؟ احمر. ها؟ ازرق. اتحاد؟ اتحاد؟ لا مو بعد. وش تبي؟ نصراوي شكلك. لا. ها؟ ازرق هلالي. يلا يلا كل واحد اختار لون. يلا وانت يا اموره حتختاري لون. يلا يلا يا عسولة، انا حاخذ الفوشي وحندمج برجه معاها، ندمج معاها الاخضر. شوفي ياكم اليوم. تعال، ايش تبغى اللون؟ يلا اوكي حبيبي، ايش تبغى اللون؟ طيب انا بوزع على اللي هناك موجودين. اي عادي حبيبي، يلا كل وحده عندها مقاس اللي بتحتاج. هذا وردي حمودي، بس انت قولي ايش تبغى اللون. اوكي كل واحد ينتبه لي. طبعا عندنا الاقلام، اذا حبيتوا تكتبوا من جوا عبارات. اوكي انا حابدا اسوي هاي الحركه، شوفوا معي. انا حاعمل شكل الهارد القلب، صح؟ بطوي الورقه بهالطريقه. ركزوا، شوفوا، سووا معاها، سووا معاها، شوفوا هيك طوينا الورقه بالنص. يلا سووا مع بعض هيك. يلا كنا نسوي، كل وحده تطوي الورقه. الله يسعدك يا سلام، ذكرتيني ايام سادسه الف وسادسه باء. يلا حتسوي مثل الحصه الفنيه. يلا كذا. والله اي والله. يلا كنا نحاش من الحصه عشان الحصه الفنيه. سمعتوا كان ينحاش من؟ لا ما نحاش يعني، بس يعني كنا نروح يعني. اوكي بسم الله. برافو، مره حلو، مره حلو. اوكي كنا نطلع ايام الفنيه. مره نايس. نخلي الحواف كذا مع بعضها بهذه الطريقه. اوكي شوفوا كيف تخلي الحواف اول شيء مع بعض. حلو، طبقوها مع بعض بعدين نطوي. شفتوا؟ يلا تابعي معانا، يلا تابعي، سكريها كذا. طيب خلي المويه. ايوه سكري. يلا تابعي. اوكي هلا تابعي. اللي ما بتعرف ترسم شكل الهارد او شكل القلب او حابه تعمل شكل مدور بالقلم، ها شكل مدور كثير سهل. شايفين كيف؟ نص هارد نص دائره. يلا ارسمي ارسمي نص دائره عشان نطلع على شكل الكارت. ايش تبغى نرسم لك؟ انا ايه ايه عمالين وحيه. ابشر طال عمرك. شو شو يعني تبي قلب انت ولا تبي دائره؟ قلب. يلا اوكي. ايه اللي تبغى الهارد اذا كان على نص هارد. ايوه ابوي. وانا برافو. انا ما ادخل معكم في الخط. يبغى كرت للماما وللبابا، شفتوا كيف؟ ما شاء الله عنك. يلا ها يلا ناخذ الهارد بهالطريقه. اسوي لك، شوفي لحظه، شفتوا كيف الطريقه؟ ارسمي وجيبي لي. يلا ارسمي امسكي. يلا شفتوا كيف؟ سوينا ارسم لك قلب. يلا خلينا نسبق عمو فهد. الله كيف هذا قلب مسوي حادث. قلب مسوي حادث. يلا معليش، هذا قلب مسوي حادث. انا بسوي لك اياها بطريقه كثير حلوه. شوفي كيف الزاويه. ناخذ الزاويه. حبيبي بس انتبه ليدك، ناخذ بهالطريقه تاخذيها هيك تلفي وقد ما بدك، وبعدين تنزلي على الزاويه. ابشر. يلا قص الحين. ابرسم انا عشان انتم تقصوا زين. شوفوا الفكره. برافو حمودي كثير حلو. شوفوا عامل فكره كثير حلوه، نحط القلب الكبير ونحط القلب الصغير. يا سلام. فيك تكتب هون جوا ماما وبابا. اوكي الحين كذا القلب يصير كثير. خلي الحركه، وريني الحركه قبل شوي. لا انت كيف سويتي كذا؟ تسرق الافكار. اي لازم تعرفين، تعرفي يعني احنا ممكن نسوي بكره فقره حقت القص واللزق. يلا خلينا نلزقهم. هذا طلع المعين. الله يطول قلبك.
ما عرفت تقص. يلا مين بدي يعلمني اقص؟ علموني انا. يلا يلا علمي. يلا يلا تعالي وريني شوف. يلا هاي لحموده. بابا محمد مره شو كتبتي؟ ماما شوفوا شو كتبت ماما. بقول لك عطوا خبز خبزه لو ما شاء الله عليك مره حلوه. شوفي كثير حلوه. عطوا خبز خبزه لو اكل نصه. اكل نصه. ما انا والله لي ساعه وانا اسوي قلب. لحظه شوي كذا نعمل هون شكل الورده. اوكي شوفوا شكل الورده كيف حتطلع الحين. نعمل فكره حلوه. قسم بالله جاني شد في عضلاتي. الله على القلب. واخيرا يا شيخ شفت الورده. لا هلا هاي شو رايكم في القلب؟ قلب احترافي ظبطته اخيرا الحمد لله. شوفوا هذا اليوم ايش تبغى تكتب حمود؟ انا احبكم. انا يلا ها احبكم. فلاور. اوكي انا شو بحب بلو. سوي كذا سوي كذا يا شيخ. حطي البلو. حطي كذا. يا سلام شوفوا حمودي. اشوف حمودي. مو قلنا لكم بالخلص انا محمد. يلا صف الحمودي. شوفوا شوفوا حمودي. تحيه قويه. تحيه تحيه تحيه. ما شاء الله جاي لكم. انا بالخلص انا وحمودي بدري. كيفنا؟ ها فصولي تبغاني اساعدك؟ انا خلصت قبلكم. ما شاء الله. يلا صفولي الاموره وبعد خطه حلو. هات شوف ايش تبين اسوي لك. تعالي انت ايش تبغين؟ تعالي هذا قلب. تبين قلب زي كذا؟ خليني افكر شو نسوي في قلب. خلينا نغير له اللون. طيب غير اللون. نعطيه لون ثاني. يلا خلينا نعطيه البيربل. حلو ان شاء الله. شوف البيربل. يلا بسرعه عشان عباراتكم تصير مطالعه في الشاشه. ايه لان العبارات كلياتها لازم يشوفوها. يلا كل شوف الماما. يلا, يلا. الحين الحين شوفي قصت لك اياها. قصت لك اياها. يلا هاي كثير حلو. شفتي؟ يلا شو بتحبي تكتبي؟ شو ببالك اكتبي. يلا ها هي قلم. شو بدك اعطيكي؟ ورقة. شو رايكم تدخلوا الورقة ومعاها وردة صغيرة؟ ورقة وردة ولا صغيرة. أحد يبغى قلوب؟ ها خلاص. ها تبين؟ احنا ايام الايام الابتدائية. لا ايام المتوسطة كنا ناخذ ورق كذا نصلح هيك هيك يعني. ما يكتب يكتب بهيدا. شوفي سوي كذا ايام ايه. انا بسوي طياره وارسلها لامي توصل ان شاء الله لامي بالسلامه. ام فهد الله يعطيها العافيه والصحه ان شاء الله. يلا كل واحد يحب يسوي لك احلى طياره لماميته. اي احنا كنا في المدرسه ترى كنا نسوي كذا ايام ايام الدراسه عكس. عم يصلحوا لك. تبغي نفس هيدا؟ يلا اعطيني ساعدك. حتعطيها للماما شيء حلو. يلا اعطيني. شوفوا اعطيني هذه فصولي. انا اليوم بهديك اقوى طياره. خلاص بس انت بلا تطير في لا تطيرها ثم تصقع في ليان. لين لين محمود. يلا سم هذه طياره. احلى طياره لك. شوفوا لين اسوي لك طياره. ما اصلا شوف شو اشتغل. طيره شوف طيره شوف تشتغل. ايه بسوي طياره ثانيه الحين. هذا صاروخ الثاني بسويه. انا اشكرك اليوم معانا لانك هذول الاطفال الحلوين. انا لانك خليتينا نلهى نلهى في في الورق و خلص الورق. عمو فهد خلصت بالصواريخ اليوم. هذا هذه ما حدا اشتغل منها. هذا بيبان. طيب شو رايكم نعمل حركه حلوه؟ يلا يلا واحد اثنين ثلاثه في الله. ايام الفسحه كنا كذا. شوفوا هذه الفكره. يلا شوفوا. طيب احنا وين وصلنا؟ رقينا الطعش ولا تونا؟ ما بعد تونا صح. ودي حوش. الله حلو. ايش رايكم بهالحركه؟ شوف اليوم استاذ اسلام كيف تسوي ما شاء الله. بسوي لكم زي باقه ورد الحين. شوفوا لا جد والله استاذ اسلام يعني كيف الناس يعني في البيت يستخدمون مثل الشغلات هذه اللي هي موجوده. هو كثير حلو لك فكره انك تحط ورق ملون تحط اشياء واكسسوارز. اهم شيء ما يتاذوا شيء منها. بس الشاعره الشاعره سوت حادث وكبت الجلتر عليها تلمع. بكره تروحين مدرسه تلمعين. اسمك طالع من الزواج الله يحفظك. ها؟ هاي قلبي. شوفوا الفكرة. شفتي شلون؟ كله جليتر الحين صار. عادي عادي. عادي. حلو حلو مرة. عادي عادي أهم شيء سويت شيء حلو. حلو. مرة حلو.
فكرة ثانية. شفت الفكرة؟ يا سلام، شوف ايش سوت اليوم معنا. شفت الباقة؟ يا يينك، وش هذا؟ هذا مين؟ هذا المين؟ لا يا شيخة. يلا يلا خلاص نطلع فاصل. وينك يا قلبي؟ وين وين القلب؟ وين وينك يا آسف؟ تعال تعال هنا، تعال تعال هنا، الله يعطيك العافية، مكانك. وين ال يلا برجونا الأشياء كلها اللي انعملت. وين القلب؟ وين تعال، وين وين الأشياء اللي انعملت؟ وينه؟ يلا ورونا عشان نطلع فاصل. تعال يلا تعال يلا، حمود يمسك هذا القلب، سوي كذا. تعال يلا حط لي اياه هنا، وريني على الشاشه. واو لك البيربل. يلا وريني وريني وريني. تعال تعال جنبي، تعال وريني. يلا ورينا ورينا. يلا على التي في. ما ادري يلا تشوفون اليوم ما شاء الله هذه العبارات الجميله اللي قدموها اليوم الصغار، الله يعطيهم العافيه. شكرا استاذ اسلام، معنا اليوم مسؤوله ومتخصصه في مجال الحفلات وفي مجال المشغولات اليدويه. خلونا نروح الفاصل، نرجع لكم بعد الفاصل، نكمل وياكم فقراتنا اليوم في صغار ستار. شكراً ماما على جهودك معنا، وأحبك. بس أقول أن أحبها مرة، والله يخليها لي ووفقها. أحبك آسف، أوعدك ما أزعلك. أحبك يا ماما. يا أمي،